ياسر بعد التصويت، انت بيدك صرحت للتصويت هذايا وتصويت وموقف سياسي، لو كنت فسر لي شنو حبيت تقول بانه رفض ميزانيه رئاسه الجمهوريه هو موقف سياسي. قبل ما نتعداو للموقف نتاعي جيت حبيت نرجع شويه للروبورتاج. ايوه النايب اللي عيطوه ثلاث اربع مرات اللي هو منرفز وخرجوه زملائه، هذاك ماهوش نايب نتاع المؤتمر وما عنده حتى علاقه بالمؤتمر، دونك باش تبدا الامور في نصابها. التجنج ما وصلش لدرجه اننا نعمل وكيل. واضح. انا اعتبرت انه تصويت سياسي على خاطر اليوم كي نحكيو على مؤسسه رئاسه ما نحكيوش على رئيس الجمهوريه، فحبيت نقول اللي راه تصويت ما يصيرش على اشخاص، يصير على مؤسسه رئاسه، ومؤسسه الرئاسه هذه هي مؤسسه فيها عديد من المصالح، فيها عديد من معناها الموظفين، فيها تقريبا 500 موظف، فيها 3000 من سلك العون الاعوان تاع الامن الرئاسي وحمايه الشخصيات، هذا بالكلهم دونك موجودين داخل هذه المؤسسه، دونك المؤسسه هذه فيها زيادات نتاع شهري كما التوانسه الكل، كما الاتفاقات اللي صارت، فاكيد ان الميزانيه باش تطلع، الميزانيه ماهيش ضخمه على خاطر الميزانيه كانت عم ناول معناها زياده بينها وبين عم ناول ماهيش حاجه كبيره ياسر. الرئيس فما شكون قال اللي صلاحيات وبدون صلاحيات، انا اعتقد اللي الموظفين اللي يخدموا ما عندهم حتى علاقه بصلاحيات الرئيس، دونك هذاك علاش حبيت نقول اللي راهو اللي قاعد يصير والتصويت اللي قاعد يصير صار هو فقط لانه فما شكون ما قراش لي ديتاي نتاع الميزانيه، فما شكون صوت على شخص ما صوتش على الميزانيه ككل. يعني هذا موقف لبعض النواب من رئيس الجمهوريه. موقف نتاع ناس غاضبة من رئيس الجمهورية. لا هما فما شكون يقول حب يقول كأنه ما نحبوش تغول تاع رئيس الجمهورية، معناها علاش فما شكون حتى استعمل عبارة نعاقبوه، فاعتبروا كأنه عقاب من شيرة الميزانية. طبعا هذا بعيد برشا على المطلوب، مش هذا اللي حشنا به.